الله اهلا بك وشكرا لك على حسن التعزيه. حقيقه هذا اليوم حزين في تاريخ تونس لفقدان رئيس الجمهوريه البيجي قايد سبتي الذي قد نختلف معه سياسيا ولكن لا نتفق عليه كونه هو من انقذ البلاد في فتره حساسه ولا الى بر الامان. بخصوص الاجراءات اليوم اعلن رئيس مجلس النواب تولي الرئاسه ولكن ينقص ان يؤدي اليمين الدستوريه بعد ظهر اليوم اعتقد على الساعه الرابعه او الخامسه بتوقيت تونس سوف يؤدي اليمين الدستوريه رئيسا مؤقتا للبلاد وينطلق يعني في مهامه. نعم وبالتالي بعد ان يؤدي اليمين الدستوريه سيصبح رسميا رئيسا مؤقتا للبلاد. الهيئه العليا المستقله للانتخابات في تونس قالت انها أن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية من الوارد أن يتغير وكان من المفترض أن تجرى هذه الانتخابات في شهر نوفمبر بعد الانتخابات البرلمانية. هل أنه إذا كان من الوارد أن يتغير موعد هذه الانتخابات أن يحدث تقديم لهذا الموعد أن تحدث بداية أو أولا الانتخابات الرئاسية ومن ثم الانتخابات البرلمانية هل هذا وارد؟ نعم سيدي تقديم الانتخابات ليس واردا فقط بل هو ضرورة الآن ضرورة كي نتناهى مع مقتضيات الدستور التونسي. إذا ما عين محمد الناصر وباشر مهامه فهو لديه مهلة يعني أقصاها 90 يوم من أجل الدعوة إلى تنظيم انتخابات. يعني ستجد الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات ستجد نفسها مجبرة على تقديم الانتخابات. أي كيف سيقدمونها الآن يعني ما قبل الانتخابات التشريعية أو بالتوازي مع الانتخابات التشريعية هذا إجراء آخر ولكن الهيئة اليوم مجبرة على تقديم موعد الانتخابات من نوفمبر إلى ما قبل شهر أكتوبر يعني. كي لا تتعارض مع مبادئ الدستور يعني. نعم وإذا ما حدث ذلك أليس من الضرورة بمكان أن تتوحد القوى السياسية المختلفة حاليا في تونس على خلفية الانتخابات البرلمانية وثم الرئاسية التي كانت من المفترض أن تجرى قريبا أن تتوحد حول ربما رئيس توافقي أن ترشح أحد المرشحين أو أحد السياسيين البارزين في تونس في هذا المنصب؟ يعني سيدي اليوم هناك إشكال كبير في تونس يعني قد يخلفه غياب الباجي قايد سبتي او حتى قبل وفاته يعني من انه سوف لن يترشح. اليوم في تونس لا يوجد يعني شخصيه اعتباريه توافقيه من تحظى بثقه تامه او بثقه اكثر نصف التونسيين. يعني اليوم الاحزاب جهزت الحمله الانتخابيه وجهزت مرشحيها ولا اعتقد انه القوات سوف تتفق حول شخصيه من المترشحين. يعني اليوم لا توجد في تونس يعني أمانة لا توجد اليوم في تونس شخصية اعتبارية وتوافقية مثل الرئيس الباجي قايد سبتي. على الأقل سيد حلمي أن تخف حدة الخلافات القائمة بين الأحزاب والفرقاء السياسيين في تونس على خلفية تعديل قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية. يعني هناك إشكال يعني في القانون إلى حد الآن الرئيس رحمه الله لم يوقع التعديلات الانتخابية. ماذا ستفعل رئيس الحكومة؟ لا يوجد نص قانوني أو توجد تتبعات يعني تتبعات تترتب عن عدم امضاء القانون، هل سيتم اعتماده ام لا؟ هذه مشكله معناها قانونيه اليوم في تونس، لا ندري كيف سيتم حلها، هناك اجتهادات يعني. نعم، الحظ سيد حلمي يعني الحظ في صوتك انك تبدو اقل تفاؤلا بشان المرحله القادمه في تونس، يعني لماذا هذه النبره؟ خصوصا ان ربما يكون في مثل هذه اللحظات في تاريخ الامم من الافضل او من المتوقع ان تتوحد القوى السياسيه، اليس كذلك؟ يعني أستاذ التساؤل شيء وما يفرضه الواقع شيء يعني اليوم القوى السياسية وأقصد وخاصة القوى التقدمية أو القوى الديمقراطية يعني اليوم مشتتة أكثر من قبل يعني هناك صراع في الجناح اليساري، هناك صراع لدى اليمين التونسي، هناك صراع حول المناصب، هناك تفتت وتشرذم للجبهات يعني الانتخابية. يعني المشهد قاتم يعني ويستوجب يعني هذه حقيقة معني المشهد اليوم التونسي مشتت ولا أعتقد أن غياب الرئيس الباجي قايد سبتي رحمه الله سوف يوحدهم يعني. نعم السيد حلمي.